السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رأيت اسم رجب أو حد بيناديك بأنك اسمك رجب، أو رأيت طفل اسمه رجب، أو رأيت شخص زائر لك في المنام اسمه رجب، أو رأيت شخص متوفي جالك في الحلم واسمه رجب؟ هقولك الحلم ده بيرمز لرموز مهمة جدا جدا ما تتجاهلهاش، واسمع الفيديو للآخر. أول حاجة، لو رأيت أن اسم رجب جالك في الحلم سواء هو شخص أو اسم، ده بيدل على زوال الهموم وعلى حل المشاكل سواء هي بسيطة أو كبيرة. طب ليه انت قلت كده؟ احنا عارفين ان شهر رجب بعديه مباشرة شهر رمضان الكريم، يبقى هنا تفسير اسم رجب هو زي تفسير اسم شعبان، ولكن رجب اعظم، رؤيته اعظم من اسم شعبان. ليه؟ لان خلاص انت دخلت على الايام المباركة، فرؤية اسم رجب هنا بيدل او بيبشر بشارة عظيمة بانك خلاص انت دخلت على ايام مباركة في حياتك، في الزواج، في العمل، في الشغل مثلا، في كعائلة مثلا. فرؤية اسم رجب بيدل على ايه؟ بيدل على الفرج وتيسير الامور وعلى زواج للاعزب. طبعا خلاص قربت على وشك انك تحصل على امنياتك وعلى اهدافك. بيدل ايضا على الفرح وعلى السعادة، وبيدل للمتزوجة على ايه؟ بيدل على زوال بعض الهموم والازمات اللي في حياتك، سواء الازمات تخص الخلفة او تخص زوجك او تخص ابنائك والعلم، وطبعا حضرتك متحملة كافة المسؤولية. رؤية هتكون شر في حالة واحدة، رأيت اسم رجب بيهاجمك في الحلم، بيحاول ان هو يقترب، طفل صغير توفى اسمه رجب، شخص كبير وعمل حادث اسمه رجب، جالك شخص متوفي هدومه مقطعة او مبهدل واسمه رجب، رأيت ان اسم رجب بيهاجمك، بيحاول يسرق منك شيء كنت منزعجة منه، كان ضيف وحضرتك طردتيه، كان جاي يسلم عليك ومبتسم ولكن انت رفضت تسلمي عليه، ساعتها اعرفي هنا بان ربنا خلاص كان هيسر لك امورك، ولكن كل ابواب التيسير هتتقفل في وشك مرة واحدة. فراجع امورك، خرجي صدقة، ادعي الله سبحانه وتعالى بانه ييسر لك امورك وما يقفلش باب الرحمة. اهم حاجة اضغطوا لايك، وما تنساش اهم حاجة تكتبوا تعليقاتكم اسفل الفيديو. والسلام عليكم.